بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن شفيع عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن هاني العجازي. برحب ايضا بالجمهور الكبير، بنقول مبروك النادي الاهلي، اللاعبين والجهاز الفني والاداري، مبروك المجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. الحقيقه طبعا حاجه جميله جدا جدا، هارد لك لنادي الطلائع. الحاجه اللي انا عاوز اقول عليها كابتن ايمن بس في البدايه، الروح الكبيره والجميله ما بين اللاعبين داخل الملعب، الجهاز الفني والاداري ايضا، سواء قبل المباراه اثناء المباراه بعد المباراه، دي حاجه ممتازه يمكن كتير ما بيبصش ليها، ولكن احنا كتحكيم اعتقد ان الروح الكبيره ما بين اللاعبين داخل الملعب والجهاز الفني خارج الملعب، دول بيساعدوا طاقم التحكيم كابتن هاني على الاداء في ظروف جميله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الروح ديت في كل مباراة اللي جايه. النهارده حاجه جميله، من حي طبعا فريق طلائع الجيش، اللاعبين وجهاز فني واداري، ومن حي النادي الاهلي ايضا على المباراه الممتعه اللي الكل استمتع بيها، سواء لعب او متعه او روح رياضيه ما بين الفريقين. عندنا النهارده الطاقم التحكيم، الحقيقه طبعا كل الطاقم التحكيم، لجنه الحكام عينت طاقم تحكيم دولي بقياده محمد الحنفي حكم المباراه. عندنا المساعد رقم واحد كان يوسف البساطي من منطقه دمياط، المساعد رقم واحد كان احمد حسام من القاهره، بساطي كان من دمياط، المساعد رقم اثنين صباحي كان حكم رابع، على الفار كان طارق مجدي وكان محمود عاشور. طاقم تحكيم بشكل عام بنقول ان هم نجحوا كابتن شريف النهارده ان هم يعدوا ويمروا بالمباراه باقل الاخطاء التحكيميه، وده يمكن النهارده كانت مباراه صعبه جدا بتندرج تحت درجه صعوبه عاليه، قدر النهارده طاقم التحكيم ان هو يمر بيها باقل الاخطاء. بعتبر النهارده ان نجاح طاقم التحكيم ونجاح لجنه الحكام في النهائي. نشوف لو الحالات، من خلال الحالات عندنا يمكن انا لخصت الحالات يا كابتن شريف عشان خاطر الحالات كتيره جدا والمباراه كانت تكسيره تايم. لخصنا الحالات دي ست حالات فقط، هنشوف اول حاله منهم. الحاله الاولى بنشوف هنا احمد حسام طه، ده الاوف سايد هنا طبعا، عندي يوسف البساطي. بنوريك ان ازاي يا كابتن، احنا قلنا ان التسلل لكابتن شريف، هو هنا بيحتفظ بالقرار الحكم المساعد، وبعد انتهاء اللعبه بيدي القرار اللي هو كان خده لحظه اللعب اللي هي الاولى اللي هي كان فيها تسلل. لو احنا شفنا لحظه التمرير وموقف التسلل هنلاقي هنا اللاعب في موقف تسلل، وبالتالي هنا البساطي عمل ايه؟ عمل دليل للقرار، خلى اللعب يتواصل، في نهايه الهجمه خد القرار اللي هو كان هياخده ساعه اللعبه ما اتلعبت، ولكن هنا الفار كمان بيشيك قبل الهدف، وبالتالي هنا الفار اكد على قرار الحكم المساعد يوسف بساطي. بحيي يوسف بساطي ان هو النهارده كان مركز جدا 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 في هذه الحاله اللي هي الحاله كانت مهمه جدا، لحظه التمرير ولحظه الموقف. مش هنا احنا بنتكلم على الموقف اللي هو كان في اللعبه الاولى كابتن. من هنا نمشي كابتن سمير، اللي هي هنا، هو هنا خد القرار اللي هنا كان في تسلل، وبالتالي بيحتفظ بالقرار، بيستنى لحد ما اللعبه بتنتهي وبعدين بياخد القرار اللي خده. بحيي طبعا يوسف بساطي، وبالتالي هنا كان الحنفي موجود واشار على التسلل. نروح للحاله اللي بعد كده، نشوف هنا في اشاره من الحكم المساعد رقم واحد، نفس الشيء احمد حسام طه حكم منطقه القاهره، حكم دولي من حكام الكبار. هنا بنشوف هنا لحظه التمرير لسه ما زال تمام. نشوف هنا نمشي، هو هنا ساب اللعبه تواصل كابتن ايمن، وبالتالي اشار على تسلل والقرار هنا كان قرار صحيح. نمر للحاله الثالثه، حاله من الحالات المهمه على الرغم ان الحنفي كان قريب جدا جدا جدا، ودايما بنقول الحكم حاول انك انت ما تبقاش قريب قوي عشان ما تبقاش انت عامل كلوز يا كابتن ايمن، انت كنت حكم عارف، احيانا ما بشوفش تفاصيل. هنا انا شايف ان هنا كان في دخول بتهور على لاعب طلائع الجيش، وكان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء، ولكن طبعا يمكن حنفك منه ضاغط نفسه اول على اللعبه كابتن ايمن، ما شافش التفاصيل، وبالتالي هنا بطاقه صفراء اعتقد ان هي كانت المفروض تكون موجوده في هذه الحاله. هنا شوف هنا اسلوب الدخول وطريقه الدخول، هنا كان يجب انذار اللاعب طلع الجيش. نمر نروح الحالة اللي بعد كده، نشوف الحالة اللي جاية، هنا الحنفي هنا طبعا أشهر بطاقة صفراء لعمرو السولية، هو هنا المخالفة كابتن أيمن
المخالفه ذات نفسها باهمال، ولكن هو ليه ادى الانذار؟ ليه؟ هنرجع كده من اللايف نرجع تاني ونشوف هل هنا تعطيل الهجوم الواعد ولا لا. احنا قلنا الانذار احيانا بيبقى بس. نرجع تاني لحظه كم مخالفه. لا نفتح الكادر شويه، نفتح الكادر في اللقطه الاولى، نفتح الكادر ونرجع تاني بعد اذنك، نرجع تاني. بس هنا كابتن، هنا كابتن ايمن، هنا الراجل ده لو عدى ان لم ترتكب هذه المخالفه، الراجل لو عدى كابتن علاء عنده ايه؟ فطر. عنده امكانيه يعمل دريبل يروح يعدي، الدنيا واسعه، يعمل باص ناحيه اليمين، وبالتالي هنا بنقول عليه تعطيل للهجوم الواعد، وهنا هو اشهر البطاقه الصفراء للسوليه لتعطيل الهجوم وليس للمخالفه بتهور. بقى شريف بن الحنفي هنا، ويمكن كان عنده رؤيه في هذه الحاله، والانذار هنا انذار صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه، اعتقد هي يمكن الحاله دي حاله مهمه جدا للحكم وللفار. شوف هنا كابتن، هنا الشد موجود يا كابتن علاء، ولكن الحكم ما شافش، تمام، وخلى اللعبه تواصل، وبعدين بعد كده حصل في مخالفه ثانيه. هنا اللعيبه نادي الطلائع اعترضت على ان في لمسه يد، وهنا هقف بس هنا شويه بقى، لان هنا انا بقول طبقا لبروتوكول الفار ما كان يجب على الفار ان هو يسد الحكم. صح، ما كان يجب. صح. ليه؟ هو هنا الحكم اولا ما حسبش ركله جزاء. انا امتى اجيب الحكم؟ لما يبقى في هدف او ركله جزاء هنا بالخطا كنت المفروض ان انا اجيب الحكم. طبقا للبروتوكول ما كان يجب على الفار ان هو يسدد الحكم، كان لازم يقولوا له ان في فاول. خلاص، يعني هو انت بتعمل كونفيرم على ان هو ما حسبش حاجه. صح. اصلا يعني انت بتجيب الحكم لما بتيجي تغير قرار الحكم يا كابتن ايمن، وبالتالي هو هنا ما حسبش ركله جزاء، وبالتالي ما كان يجب انك انت تجيبه كفار. ولكن في حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن، لو احنا شفنا بقى الاعتراضات اللي هي كبيره من طلائع الجيش، الاعتراضات هنا، هنا شوف الشد موجود هنا والمخالفه موجوده، وبالتالي هنا الحنفي راح للفار. الفار ما بيديش اخطاء، الفار ما بيديش اخطاء يا كابتن ايمن، يا بيدي ركله جزاء او بيكلمك على ركله جزاء او على هدف. هو هنا يمكن الفار حاول ان هو يعني يعمل ايه؟ تسويق للقرار يا كابتن ايمن، يعني في مثل هذه المرات الصعبه قوي 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 والحاسمه قوي قوي كاس مصر، وفي اعتراضات شديده جدا جدا من اللاعبين، احيانا يستدعي الحكم على اساس ان هو يعني ياخد القرار، بحيث ان هم كمان كانوا طالبوا الحكم ان هو يروح للفار، ولكن طبقا للبروتوكول ما كان يجب ان الحكم يروح للفار. اخر حاجه عندنا وهي حاله الطرد، وحاله برضك من الحالات المهمه، وهنا شوف ان الدخول هنا كان الحنفي هنا فكر تفكيرين يا كابتن علاء، يكمل ولا يفكر؟ ايوه، ودي حاجه بتبقى صعبه جدا للحكم على فكره. أيوة. انك انت تدي الادفانس وتروح. هنرجع بس من الحاله الاولى من اللايف بتاعها ونشوف. لا هنرجع الاول خالص من هنا، هنا ماشي ماشي، هنمشي 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 هنمشي، راحت هنا بستوب. هو هنا كان عنده قرارين، يخلي اللاعب يتواصل ويدي اتاحه الفرصه للاعب النادي الاهلي، يا يوقف ويدي البطاقه الثانيه. صح. هنا بيقول الحكام، ودي حاله تعليميه مهمه جدا جدا يا كابتن الشريف، انت النهارده ايهما افضل ليك كحكم، او ايهما افضل للفريق اللي تم ارتكاب ضد المخالفه، توقف وتدي بطاقه حمراء ولا تدي ادفانتج؟ هي اعتقد صعبه، مش واضحه قوي. صح. هو هنا بعد ما كان فكر ان هو يدي ادفانتج وقف، وبالتالي هنا بطاقه حمراء. نقول لحكامنا طالما في بطاقه حمراء لابد انك انت توقف، وبالتالي هنا بنشوف الدخول وطريقه الدخول هنا تستوجب الانذار. اللاعب كان عنده انذار اللي هو احمد علاء، وهنا يستوجب البطاقه الحمراء، وكان قرار صحيح من يعني كابتن لو كان هو خلى مجدي قفشه يكمل، وكان ممكن يرجع بعد كده يديله انذار تاني ممكن بقى. بس احنا بنقول يا كابتن ايه، الهجمه مش هي يا كابتن هاني، مش هي مش مثلا راح يجيب جون مره واحده، مش مؤثرة ممكن يعني مش مؤثره قوي. أيوة. الهجمه، ويفضل بنقول الحكام انك انت صفر واحتسب المخالفه ودي البطاقه، ده كان الافضل. اعتقد الحنفي النهارده ادى مباراه جميله جدا مع البساطي، مع احمد حسام طه، مع الصباحي كان حكم رابع، الفار طارق مجدي وعاشور. تحيه طاقم التحكيم النهارده حقيقي، تحيه لجنه الحكام النهارده، عين طاقم التحكيم بالكامل قدر النهارده يخرج بالمباراه بشكل باقل اخطاء، ادى مردود التحكيم كويس. اتمنى طبعا ان احنا نشوف التحكيم في بدايه الدوري بنفس هذا المستوى. بقول تاني مره تانيه نقطه جميله جدا جدا النهارده ومهمه للتحكيم، ان الفريقين بيادوا بروح طيبه والجهاز الفني بروح طيبه، اعتقد بينعكس على اداء التحكيم النهارده. التحكيم بيلعب تحت امور
مرتاحة، وبالتالي هنا ما كانش عنده أبدا ضغوط من اللاعبين ولا من الجهاز الفني. مبروك النادي الأهلي، ونتمنى التوفيق للكرة المصرية في الفترة اللي جاية. أمتعتنا كالعادة كابتن ناصر، وشك حلو علينا دايما كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-2 بركلات الترجيح. كل التوفيق للنادي الأهلي وعقبال السوبر الأفريقي إن شاء الله. ونشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، ألف شكر كابتن شريف، نورتنا. ألف شكر كابتن أيمن، وألف مبروك وعقبال اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. كابتن علاء نورتنا، ألف شكر كابتن علاء. الله يخليك يا أيمن، مبروك يا أيمن، مبروك على جميع النادي الأهلي ومجلس إدارته، وان شاء الله نبارك في السوبر الافريقي ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن اسامه، الف شكر كابتن اسامه، نورتنا. شكرا ليك والف مبروك، وان شاء الله السوبر الافريقي والسوبر المصري ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن هاني العجيزي، الف شكر كابتن هاني، نورتنا. الف مبروك يا كابتن، ومبروك لجماهير النادي الاهلي وكل شخص انتمى للنادي الاهلي، وعقبال البطولات اللي جايه ان شاء الله كلها. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وأرق تحياتي.